الأفلام القصيرة. هذا طبعا يعتبر إنجاز كبير، وعلى كل في تغيرات كبيرة راح تصير في عالم السينما، مش بس انطلاقة السينما في السعودية وبداية العروض للمرة الأولى في المملكة، وأيضا قاعدين نشوف نجوم عرب جداد في السينما والدراما العالمية، ومنهم إياد نصار. وإياد لأول مرة حنشوفه بعمل أجنبي، فهو بيشارك ببطولة المسلسل الأمريكي The Looming Tower، ونشر صورة من المسلسل على إنستغرام وكان لابس زي عسكري، ونشر كمان فيديو سمعناه فيه بيحكي بالإنجليزي، وكتب جنب البوست أنه سوء لغة الإنجليزية من متطلبات الدور، وصبحي زاروا بمصر لحتى يعرف منه تفاصيل أكثر.